أراضي خصبة وعمق الماء لا يتجاوز 30 مترا وفلاحة ناجحة 100%، هو حال منطقة ضايعة عبد الرحمن التابعة لبلدية دويس بالجلفة، إلا أن فلاح المنطقة تواجهه مشاكل كبيرة أبرزها الكهرباء الفلاحية. وهذه المنطقة راك تشوف فيها هنايا 20 متر راه كاين الماء، بار واحد كما راهم يقولوا بير واحد راه يكفي كاع المحتاجين، المهم يخزرونا بالعين الاعتبار والتريسيتي. من ناحية الفلاحة، من ناحية الضوء في الدار، هذه عندك طفيلة عندك والله غيرها خطرة تقول لي يا بابا دير لي الرسوم 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 ما نلقالهاش، خطرات والله غفلين نوض نص ليل الهوايش نلقاو العقرب نلقاو الحنش تحت، الضوء ما كانش الضوء ما كانش. من ناحية الفلاحة كذلك مقبنا في المازوت ما طقناش. منذ أكثر من 10 سنوات وسكان هذه المنطقة ينتظرون مشروع الكهرباء الفلاحية بعد أن أرهقتهم المولدات الكهربائية التي تشتغل بمادة المازوت. خسائر المازوت ما نستيقل يوميا اللي ما يخسرها يخسر مليون في النهار. هذه خلاف البان وخلاف الزيت وخلاف التعب. والطلب نتاعنا رانا من 2006 نطالبوا حتى لحد الساعة ما كان حتى شيء. المدير هذا نتاع الفلاح هذا نروحوا نشكوا له عدة مرات نروحوا وما نلقوهش. يحاول فلاحو منطقة ضايعة عبد الرحمن تطوير فلاحتهم قصد تدعيم الاقتصاد المحلي، لكن مشكل الكهرباء الفلاحية أصبح عائقا كبيرا في انتظار تجسيد هذا المشروع من طرف المصالح الفلاحية.